وبشأن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف يوسف الدباغ مسؤول القسم الاجتماعي في هيئة علماء المسلمين في العراق. سيد الدباغ، مرحبا بكم. بداية، هل حدثتمونا بشيء من التفصيل عن الحملة الإنسانية الأخيرة التي استهدفتم فيها النازحين والمتعففين؟ نعم، حياكم الله وبياك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أقدم القسم الاجتماعي في هيئة علماء المسلمين على بعض المشاريع لا سيما في هذه الأيام المباركات من شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، ولعل أبرزها كان مشروعا لعيدية الأطفال النازحين من الأيتام ومن الفقراء، وقد أقدمنا على عيدية لملابس العيد ما بين ذكور أطفال ونساء ورجال ذكورا وإناثا وأرامل أيضا، والحمد لله لاقى المشروع إقبالا كبيرا والحمد لله وفقنا في هذا والفضل والمنة لله. أما فيما يتعلق بالحالات المرضية فهناك حالات كثيرة تحتاج إلى عناية دقيقة، وهي أن تتبنى هذه الحالة المرضية بأن تقودها بنفسك إلى أطباء وإلى المستشفيات وإلى العلاج وإلى العمليات وما إلى ذلك. وهناك كثيرة الحالات التي أقدم عليها القسم الاجتماعي وتصدى لها، والحمد لله والفضل والمنة لله استطعنا أن نصل بهم إلى مرحلة ترضي الله إن شاء الله عنا. طيب سيد دباغ، يعني كيف تقيمون أوضاع العائلات خاصة الأرامل والأيتام؟ إلى أي مدى تساهم هذه الحملات أيضا بدعمهم مع قرب عيد الأضحى المبارك؟ والله حقيقة لا نخفي أن هذه الحملات مهما كانت هي حملات بسيطة أمام الحاجة الكبيرة التي نراها. العدد ضخم، والله العدد ضخم وكبير جدا، وحالات العوز حالات الفقر كثيرة وكبيرة جدا، ولكننا نسعى بإذن الله ولا نستطيع أن نلغي جهودنا وجهود الآخرين لنا جهود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نسد شيئا من هذه الحاجات، ولكن الحاجة كبيرة والباب مفتوح حقيقة. نحمد الله على كل حال، الحاجة كبيرة أخي، هناك عدد ضخم جدا من الأرامل والأيتام والمعوزين والفقراء، عدد مهول، يعني على كل حال نحمد الله على كل حال. طيب سيد باغ، من وجهة نظركم يعني ما المطلوب اليوم للنهوض بأوضاع النازحين؟ ما المطلوب تحديدا؟ حقيقة نحن إذا استثنينا الجانب الحكومي فهو الجانب الأهلي، يعني ما يقوم به الأهالي. لحد الآن أمة محمد أمة التكافل، نعم، ولكن هناك تقصيرا حقيقيا، ولكن هناك تقصيرا حقيقيا في هذا المجال. يعني هيئة العلماء المسلمين منذ تأسيسها تبنت هذه المشاريع الحمد لله، ولكن الجهود ضعيفة أمام هذا التزايد في الأعداد مثل الأرامل والفقراء والمحتاجين والمعوزين، لا سيما عندنا خمس محافظات تعاني كثيرا من الفقر والعوز، وتعاني من الأساسيات لكي تعود إلى ديارهم، كي يعودوا إلى ديارهم ومنازلهم التي هدمت، غالبها هدم، وهذا أيضا باب جديد يحتاج إلى وقفة جادة من قبل الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوب المسلمين لسد حاجات هؤلاء الناس. يوسف الدباغ مسؤول القسم الاجتماعي في هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم.